يا باي انا عايز اسمع ريتش كده كده حاجه حلوه اسمعها حاجه كده اتسلطن بيها. انا بتاع روقان يابا مش بتاع الكلام ده. لا احنا عندنا كتب وروقان ونفتح لك واي فاي كمان وتشحن تليفونك معايا. احاول اخد فكر انا هاخد فكر انا ودماغي خلاص مش عارف الدنيا بقى ايه. عملت لكم النهارده مكتبه نقدر نتصفح فيها تمام، وعملت شواحن واي فاي داخل التوك توك وروايات وصور ملصقات اللي احنا نقدر نقراها بدل الاغاني وبدل ان احنا نضيع وقت في الطريق ان احنا نقرا كتب ونتثقف تمام ونستعير الكتب وبعدين لما نجيبها. ردود الفعل الناس، في ناس عاجبها الموضوع جدا، وده يعني بعيدا عن عدم انشغالهم بالهواتف يعني بعد اتصالهم طبعا بالكتب. يعني كل الاول بنقرا في الكتب دلوقتي في حاجه اللي هي التليفونات مثلا، طبعا ديت اثرت جدا، فده اثر جدا ان احنا ما عدناش مهتمين بالقراءه زي الاول. الفكره دي جات لي من 5 سنين كده، كنت الاول شغال عادي جدا فكنت بحب ان انا الفت انتباه، يعني بكون مميز بعمل حاجه مميزه عن الناس وكده او عن التكاتك الموجوده. والله كويس بتشكر نفسك. فعملت لهم اول حاجه كده الصور والملصقات اللي هي الموجوده ايه داخل التوك توك ورقه. بعد كده بدات ان انا اغير الصور واعمل لهم صور تانية، يعني ايه ان انا ما اخليهمش يملوا كده من الصور وكده، فاعمل لهم ايه صور جديده وكده. فحطينا الملصقات واحده واحده بقى، قلت اما اعمل لهم ايه حاجه جديده تانية. فعملت لهم بقى شواحن يشحنوا منها وكده، وبعد كده حطيت لهم روايات. بعد كده واحده واحده الصور بغيرها كل اسبوع بحيث ان انا ايه بحافظ على التليفون وما يملش في الطريق. لا ده كل ده بالاجره العاديه 5 جنيه بس. حبيت ان انا اعمل الفكره دي بحيث ان كل يعمل زيي، ونكون ان احنا يعني احب ان انا اخليهم يعملوا زيي وكده. فانا عايز اخلي التكاتك كلها تعمل زيي، تعمل بدل ما احنا مشغولين بالهواتف والاغاني وكل ده، يعني نعمل ليه ما نعملش كتب زي دي نتثقف فيها، او نعمل روايات يقراوا فيها، او مصاحف نقراوا فيها، يعني حاجات نكسب فيها ثواب وحاجات نلفت انتباه الناس بيها، يعني نكون حاجه مميزه. تعينوا هذه الدقيقه بالصلاه على النبي وهي بالصلاه والسلام. ربنا يجازيك خير يا عبد.